تعالى أخدك لستين سنة فاتت كده وانت قاعد مع جد جدك، وجي حد قال لكم ممكن بعد عدد معين من السنوات هتبقى قاعد وفي ايدك جهاز كده يجيب لك كل حاجة، عايز تعرف درجة الحرارة تلاقيها، عايز تعمل عليه معاملات حسابية، الجهاز ده لو عايز تتفرج فيه على ماتش في أي دولة من دول العالم هتلاقيه، الجهاز ده ممكن يحدد لك قبلة الصلاة، الجهاز ده ممكن بدل ما تسأل حد على عنوان هو بس يبعت لك إشارة كده وانت توصل لهذه الإشارة. طبعا هتقول له روح بعيد، يعني ايه الجهاز ده، انت جايب لي عفريت ولا ايه؟ لكن هو ده اللي بيحصل، البشرية دائما في تطور، واللي كانت الناس ما تتخيلوش في سنوات مضت حصلت، واللي أنا بكلمك عليه ده التليفون المحمول بإمكانياته وتطبيقاته، واللي بيقال إن التليفون المحمول في إيدينا دلوقتي هيبقى دقة قديمة في قادم السنوات. يعني فقرتنا النهاردة عن شكل العالم إيه في 2050، يعني كل دول العالم النهاردة بترسم ملامح اقتصادية اجتماعية عن شكلها، السعودية عاملة ده، مصر عاملة ده مثلا كمثال، وعدد من دول العالم. بس احنا عايزين ناخد ده النهاردة من زاوية تكنولوجية. تعالوا نروح لأستاذ الدكتور محمد حجازي، مستشار غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وخبير التشريعات الرقمية، يحدثنا عن هذا الموضوع الشيق بالنسبة لي على الأقل. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير محمد، ازي حضرتك؟ ازاي الناس بترسم تصور عن سنوات قادمة؟ هل بيبقى مثلا كل ما يتخيله الذهن ده قابل للتحقق؟ طيب، يعني اللي حضرتك بتقوله الحقيقة هو علم المستقبليات. تمام، اللي هو ايه؟ علم الممكن، علم المحتمل. تمام، والناس الحقيقة ما بتبصش عليه على انه خيال علمي، هو بتبص عليه من منظور التخطيط المستقبلي لكل النواحي الحياتية اللي احنا بنعيش فيها. وبالتالي افلام الخيال العلمي اللي احنا كنا بنقول عليها انها افلام خيال علمي اللي كنا بنشوفها من 15 و20 سنة وبنشوف النهاردة انها بتتحقق، الحقيقة دي كانت جاية من يعني نتاج شغل كتير جدا اتعمل على تكنولوجيات مختلفة، وتصور الحقيقة للعالم والعلماء في التوقيت دوت لإيه شكل التكنولوجي دي من الممكن انها تبقى بتفيد البشرية بشكل عامل ازاي. ودي نقطة الحقيقة من النقط المهمة جدا. يمكن بنشوفها طبعا الحقيقة في مجالات كتيرة، في الزراعة، في الصناعة، في يعني كل المجالات، إنما يمكن الحقيقة إنه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومع انتشار شبكة الإنترنت وشبكات الاتصالات ابتدت الشكل ده من أعمال الخيال الذهني تزيد بشكل كبير جدا، خصوصا أنه كل ما الإنسان كان بيتخيل بعض الأمور تمام وبيلاقي أنه العالم بيحققها أو بعض الأشخاص بيقدروا أنهم يحققوها، الحقيقة ابتدت الناس تشتغل على العلم ده بشكل يعني كبير جدا ومن ناحية تأصيلية كبيرة، وكمان محاولة بقى عملية البحث والتطوير فيه وعملية رعاية ودعم الإبداع والابتكار المرتبط ببعض الأفكار اللي الناس من الممكن أنها تبقى شايفة أنها أفكار مجنونة. وعايز يعني طب هقطعك برضو للتشويق، إيه الأفكار المجنونة دلوقتي اللي ممكن تقولها لنا أنها وارد تحدث؟ طيب كم يعني من سنوات؟ لا، أنا هقولك على حاجة مجنونة اتعملت من حوالي 7-8 سنين ولا 10 سنين في فيلم مصري الليمبي 8 جيجا. تمام، في اللي هي الشريحة، الشريحة اللي من الممكن أنها تبقى بتتحط في الجسم. ده اوريدي موجود النهاردة، يعني احنا النهاردة عندنا مئات الأشخاص في العالم الحقيقة تم زرع شريحة ذكية داخل أجسامهم وتحت الاختبار ب يعني صور مختلفة. وبالتالي هل ده هنشوف يعني في تزايد الفترة اللي جاية؟ بالتأكيد ان انا يعني اقدر احط مكتبة 1000 كتاب في مختلف العلوم وحمله على فلاشة وحطها في دماغي. طيب خلينا نقول انه بالتأكيد انه يعني تكنولوجيا المعلومات مع البرمجة اللغوية العصبية مع السعة التخزينية للشرائح الذكية النهاردة من الممكن ان ده يبقى متاح. بس هل الفكرة في انه انا محتاج ان انا احط 1000 كتاب تمام على شريحة في ذهن بني آدم، ولا انا محتاج ان انا احط تطبيقات مختلفة
وبعض البرامج اللي تساعد الإنسان في حياته بشكل كبير في أنه يرفع من جودة وكفاءة حياته وجودة وكفاءة الأعمال والأنشطة اللي هو بيتم يعني أو بيقوم بيها بشكل مستمر. الحقيقة دايما بقف قدام بعض النماذج كده أنه الناس اللي ما بتتطورش اللي بيحصل فيها بتموت تندثر. بالظبط. الحقيقه انه التقارير والدراسات الدوليه بتتكلم على انه 40% من الشركات اللي موجوده في العالم تمام هتخرج من السوق في 2050. 40%. هنبدا بس امثله للساده المشاهدين. شركه كودك اللي كانت بتعمل لنا الكارت بتاع ده الفيلم اللي كنا بنتصور فيه 36 صوره يقول لك اختفت. شركة أكفأ يعني حاجات كده. بالظبط. يمكن كودك تحديدا ده النموذج الأشهر. اختفت. بالظبط. ده النموذج الأشهر ليه؟ لأنه الشركة دي الحقيقة لما تيجي حضرتك تبص على عدد العمال اللي كانوا موجودين فيها والموظفين اللي كانوا موجودين فيها حجم رأس المال والاستثمار اللي موجود فيها بنتكلم في مليارات. ده بيخ. انتهت ليه؟ انتهت مع اختراع بسيط جدا الكاميرا الرقمية. وانه لما راح لهم ستيفن اللي هو المخترع الخاص بالكاميرا الرقمية وابتدى يتكلم معاهم في القصة دي قالوا له روح العب بعيد. صحيح. الكلام ده كلام يعني مش هيحصل تمام. وصناعة التصوير والأفلام والمحمضات وخلافه دي واحدة من الصناعات المهمة اللي مش هتختفي. انما الحقيقة الشركة كلها اختفت. وبالتالي مهم جدا الحقيقة أننا نبص على فكرة التطور التكنولوجي اللي حاصل. وده اللي قاله كلمة رئيس مجلس إدارة شركة نوكيا لما اتباعت الشركة فقال احنا النهاردة بنتباع علشان ما فكرناش في التطوير او بكرة. بالظبط. ودي نقطة الحقيقة من النقط المهمة جدا انه النهاردة ممكن ابقى في مكان قوي جدا تمام عندي حصة سوقية كبيرة انما من الممكن انه حد يخترع تمام اختراع معين او يطلع بابتكار معين يا اما هيسبب لي خسائر كبيره جدا يا اما من الممكن انه الا 40% من الشركات اللي ممكن تختفي 2050. شركات في قطاعات ايه؟ في اي قطاع من القطاعات اللي مش هيبقى بيتواكب مع التطور التكنولوجي. انا شايف الحقيقه انه أي شركة النهاردة مش هتبقى معتمدة على التكنولوجيات الناشئة أو التكنولوجيات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعتقد أنه هيبقى مصيرها الحقيقة للزوال. لأنه لما حضرتك تيجي تبص النهاردة على تكنولوجيات زي إنترنت الأشياء، إنترنت الأشياء ببساطة شديدة جدا أن الإنترنت بقى متصل بكل حاجة في حياتنا اللي هو إيه؟ متصل ب المكنة بتاعت القهوة اللي في البيت، متصل بالتلاجة، متصل بجهاز التكييف، متصل بالتلفزيون، متصل بمنظمات القلب، بالسماعات بتاعت الأذن اللي احنا بنسمع بيها، متصل بالسيارات الذكية اللي بتمشي من غير سائق، متصل بالرشاشات اللي موجودة في الفلل والشوارع تمام اللي بترش مية وبتفتح وتقفل وفقا لدرجات الحرارة ودرجات الرطوبة اللي موجودة ونسبة احتياج النبات أو التربة للمية. كل الكلام ده الحقيقة بنشوفه تمام في قطاعات مختلفة، بنشوفه في قطاع النقل، بنشوفه في قطاع الصحة، بنشوفه في قطاع التعليم، بنشوفه في القطاعات طبعا الاقتصادية المختلفة، بنشوفه في حياتنا حتى في البيوت. النهاردة بقينا بنلاقي تلاجات بتبعت SMS لصاحبها انه احنا محتاجين لبن ومحتاجين بيض ومحتاجين لحمة لانه المخزون اللي موجود ابتدى انه يقل. كل ده الحقيقة نتيجة التكنولوجي الكبيرة جدا اللي بتتم. طب دكتور محمد خليني أسأل حضرتك إيه الاكتشاف أو الاختراع أو الآلة اللي ممكن يخترعها الإنسان سنة 2050 ولو قلتها النهاردة الناس مش هتصدق يعني؟ طيب يعني حاجة من الحاجات اللي هتبقى موجودة تمام وابتدت إرهاصاتها الحقيقة تبان من دلوقتي فكرة السيارات الطائرة. إنه بعد كده مش هنبقى بنركب العربيات بتاعتنا وبنمشي في الشارع بشكل عادي، لا احنا هنبقى بنركب التاكسي الطائر تمام او السيارة الطائرة. إنه معظم الناس هيبقى عندها السيارة يمكن ان تطير. الكلام ده الحقيقة طبعا
في ناس تيجي تقول استحالة ده يحصل، لا يمكن يبقى عندنا أماكن تستحمل دوت، ولا حتى نظام يعني مجتمعي يقبل الكلام طبيعة دوت المدن أو طبيعة يختلف. المدن وخلافه. إنما ده الحقيقة مهم جدا إننا نبقى بنبص عليه والعالم كله بيبص عليه، إنه الكلمة اللي حضرتك قلتها في منتهى الأهمية، الطبيعة بتاعت المدن تختلف. طب ما أنا مهم جدا النهاردة وأنا بدرس ل2050 أنا ما ببصش على الوضع الحالي، لا أنا المفروض أن أنا ببص على الوضع المستقبلي. أنا لما باجي خطط أنا بخطط للمستقبل، وبالتالي مهم جدا أن أنا أبقى فاهم أن أنا ممكن أبقى بعمل أنفاق لمثل هذه السيارات، من الممكن أني أبقى بعمل بعض التجهيزات الفنية لمثل هذه العربيات اللي هتبقى بتطير. طب العربيات اللي بدون سائق اللي احنا لسه النهاردة ما شفناهاش وابتدينا بنشوفها الحقيقة في بعض الدول المجاورة، كل ده الحقيقة مهم جدا اننا نبقى بنخطط له، مش بس على المستوى التكنولوجي. بمعنى ايه؟ انه الناس الحقيقه احيانا واحنا بنبني مدن جديده بالظبط، الناس بتبقى مهتمه اكتر وشغوفه اكتر بالاستخدامات التكنولوجيه، انما الحقيقه الاستخدام التكنولوجي ده الوسيله، يعني التكنولوجيا في حد ذاتها هي الوسيله، انما انا عايز اشوف تاثير هذه التكنولوجيا على كل الاوضاع اللي احنا عايشين. هل في سقف الخيال العلمي؟ بالتأكيد لا. بالتأكيد لا. بالتأكيد. طيب، أحد أحلام البشرية هو الانتقال الإنساني من مكان إلى مكان، يعني عن طريق تحويل جسد الإنسان إلى طيف ويخترق الجدار، بحس بلو أنت قاعد في أوضة تتنقل لأوضة تانية عبر الجدار، ده ممكن يحدث. ما هو حصل النهاردة مع الميتافيرس. إحنا النهاردة وإحنا بنتكلم على تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ما هي نفس الفكرة بطريقة مختلفة، إنه أصبح النهاردة في عملية انتقال وأنا قاعد حتى في أوضة المعيشة أو الليفنج في البيت، تمام، ومتخيل إن أنا هبقى موجود في باريس أو هبقى موجود في واشنطن، تمام، أحضر مؤتمر معين، ده أصبح موجود النهاردة. الحكومات الحقيقة كمان ابتدت تبص على الموضوع ده بشكل كبير جدا، في دول النهاردة ابتدت تنشئ سفارات ليها في الميتافيرس علشان تقلل التكاليف الخاصة ببعثاتها الدبلوماسية حوالين العالم. بعض الدول الشقيقة يعني، تمام، ابتدت تنشئ هيئات للأصول الافتراضية علشان تبتدي أنها تتعامل مع هذه التكنولوجيات الوافدة وتتعامل كمان مع الأثار الخاصة بها، سواء كانت الأثار الاقتصادية أو الأثار الاجتماعية بشكل كبير. وبالتالي مهم جدا الحقيقة وإحنا نتكلم على التكنولوجي نبص على الجوانب المحيطة بكل تكنولوجيا من التكنولوجيات دي. يعني السيارة الطائرة ده علينا لا نندهش إليه. تأكيد. يعني في اختراعات أخرى؟ دي واحدة من الأمور. هنلاقي الحقيقة النهاردة ناس كتيرة جدا بتبقى مهتمة بالحيوانات الأليفة. هنلاقي إنه الحيوانات الأليفة بعد كده كلها روبوتس.